يعني شراء اشترى لبيك وقال لي ما باش بزن باب بلانا سازي دولة تعتر وحكومتا باشوري كردستاني دي السريدة مالا برزاني كوچاوا وفازل وان كان سازي الفريج ايك ودصارة خزار نفسد ونوض وحشتان ده دس بيكر آنها بردوان بكر كوچاوا سروت أبو درد الدستي تشوينان دايك ودفازل دي شخصي سروت أبو ده بينا قلبن بفن وآنها شغل كولاتية قبول لكن وان هدف تجري جبر ماشية وان قبول لك جنين آزاد كنت وان درسن جبر آزادية جن تسبيكا آزادية جباكية دس بي إريشا فاك در سر بنا وان جنين برخدير أم وكي مجلسة جن آم الباطن شهيدة شهزار دكين بان إريشا لسر جنين آزاد ده همو هريمان ده تاوا جنا أميني زينب ساروخان هدف دردن بری آدم اگه نهاشی شه حوالا بی ایشن آج حالت بان ما بی مروباهی لکان آرستال هدف گردن لی باشوری کردستانی ام بان دکی شه همون اخسرین ما بی مروبان و کونسای امریکاریا کو زخته بکن سر بان حکومت فاشیسما شبو اف کشتن وره سکناندن شبر جن جیانا او همون جینا نه ام زینب ام لکان آرستال ام شهیدین ما دی دلان دهنه جاري نامر الوشة حكومتها فاشيسم او حكومتها دولتها تر الوشة افانت بجي جنا جن جيان ازادي بجي ساروك يما ساروك اخو شهيد نامر المجلس عزيز عم وطاق الشهيد الفامش بمر خيانة بمر خيانة كل الرأي العام على شعوب المنطقة ادراك ما تخطط له الدولة التركية وحكومة افريم كردستان وعلى رأسهم آل برزاني وأنهم يريدون إتمام مؤامراتهم الدنيئة التي بدأوها منذ عام 1998 عندما خططوا لاعتقال القائد عبد الله أوجلان فهم في شخصه يستهدفون إرادة الشعوب والآن فإنهم يستهدفون النساء اللواتي لا يقبلن الظلم والاستعباد من قبل السلطات والذهنيات الذكورية ولأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة فزادت اغتيالاتهم للرفيقات الناشطات والمناضلات لأن حرية المرأة هي نواة حرية المجتمعات إذا ندين ونستنكر استهداف النساء أينما كانوا وآخر استهدافاتهم كانت جينا إيميني وزينب صاروخان واليوم يستهدفون الناشطة الحقوقية المناضلة ناكهان أكرسال في باشور كردستان فنداؤنا للمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن أن يضغطوا على هذه الحكومات الفاشية للتوقف عن قتل النساء لأن المرأة هي الحياة وكلنا جينا وكلنا زينب وكلنا ناكهان أكرسال بروحهم الرحمة والسلام شهيداتنا في قلوبنا أحياء لا يموتون فلتسقط الحكومات الفاشية وعلى رأسهم حكومة أردوغان فلتسقط الخيانة عاشت المرأة الحرة عاش القائد عبد الله أوجلان شهيد نامر مجلس المرأة عوالي الشهداء قامشلو 5/10/2022 شهيد نامر شهيد